طيب لحتى بدهم يكافئوني بالشوكولا. هي ممنوعة. إذا بدي كافئ الولد كافئه بقول له برافو كثير منيح، بعطيه إذا بدك أوتوكولون أو بعطيه لعبة إذا شيء، بس المكافأة أنا مش معها أبدا. كمان وقتها لازم أحترم إنه أنا الولد شبع، وهيدي كمان بيكون كثير لأوقات الولد ماشي حاله أكل لقمتين، تجبريه خلي صحنه بصير يكره الأكل اللي بحبه يلي كان أصلا يحبه. بقى بدي أحترم إنه أنا ابني بيقدر ياكل هالقد واكثر من حتى الاكل بشكل مهضوم وحلو. يعني اقطع الفواكه باشكال مهضومه، حتى في دراسه عملت يعني مثل مثلا لا، او حتى بحط الخضره كيف ما كان، او اذا حطيت صحن بازلا شكله ما حلو يمكن ما ياكله، بس اذا حطيت الجزر بشكل وجه مهضوم سمايلي فيس مع البازلا او مع اي شيء ثاني. هلا الدراسه اللي بدي احكي عنها انعملت مؤخرا بكانتين مدرسه، حطوا الفواكه والخضره وحطوا لها ستيكرز، في مثلا دورا او الاكسبلورر او سبونج بوب، الكاركترز اللي بحبوهم الاولاد، وحطوا مقابلهم كوكيز، مش انه ما حطوا شيء ما بيحبوه الاولاد. تبين انه وقت حطيت الفواكه مع كاركتر الولد بحبه اخذوا اكثر او نقوه اكثر من الكوكيز. مشان هيك بعرف هيدا مش امور هينه ابدا، كثير صعب انه نقنع ولد ياكل، بس انا هون بدي اقول للاهل يكونوا كثير رايقين واعصابهم مرتاحه لحتى ما يبينوا على ابنهم انه هن مشنجين، ما بده ياكل يتركوه لو ما اكل مش رح يموت من الجوع. بقى يمكن هيدا اخر جمله ختمت فيها، صح انه هي طالما وزنه منيح نموه طبيعي كل شيء عم يعني هيدا، صح فعم بجرب انه تتركه. بالنهاية حلقتنا غادة بدي اقول انه اليوم رح نشوف المشتركة الثانية معنا بالاشخاص اللي عم يخسروا وزنهم معنا على الهواء. معنا اليوم سكنة، رح نشوف سكنة شو وضعها الصحي وشو لازم تعمل لحتى تخسر من وزنها. او الظهر بتوصلي المساء كثير جوعانه، وبتوصلي حتى جاي على بالك وقت يكون واحد ناقص جسمه طاقه، اول شيء بيطلع على باله تلقائيا هو الحلو، حلو مالح مقلي. مشان هيك بنقول معلش ما بتغدى او ما بتعشى ببدلهم بشيء فيه سكر كثير، وهالشيء ابدا مش مزبوط لانه جسمك رح يمتص هالطاقه الزياده، وانت طبعا مش رح تصير فيها بفتره المساء وبدها تتكدس على وزن. بقى هيدا الفسات اللي لسكنا رح تجرب انه ترجع تعدي بطريقه الاكل. الفكره هي عندها سائده انه وقتها تاكل خبز بيزيد من وزنها، مش بالضروره يكون هيدا صحيح، يمكن كميه الخبز اللي عم تاكلها لتشبع بتكون كثيره. مشان هيك بدنا نجرب كنا او جربنا انا وياها نعدل بين كميه الخبز بالنهار والرز، لانه هي بتحب الخبز اكثر من الرز. ومثل ما قلت لها بالنسبة للصبايا البقية، بالنسبة لنور وكارول، هي عمرها طبعا عم بيلعب ضدها من ناحية قديش ممكن تخسر وزن، بس نحن ما رح نشوف بالنهاية بين ثلاثة مين اللي رح يربح حسب كمية الوزن اللي خسره أكثر، إنما وين صار وقديش كان أقرب للهدف تبعه. رح نحكي بتفاصيل أكثر طبعا عن هالموضوع خلال الأسبوع، وراح شفنا نحن الأسبوع الماضي كارول، الأربعاء بيكون عنا وقفة مع نور ونشوف شو لازم تعمل، ونحكي كمان عن حدا كمان. يلا شدوا حالكم يا بنات لأنه في جايزة حلوة، في جايزة وهيك بحس حالهم هلا بتعرفي هالشتوية هيك بتسابقوا مرتبين وكذا، بتسافر شو ما كانت تقولي يلا وازع هلا، لأنه بحب تحس حالها إنه وصحيا أفضل، صحيا أكيد أفضل. نحن بنرجع نلتقي فيك إذا كان نهار الأربعاء بكرة وثلاثة، رح ناخذ بريك صغير من بعدها كده اللي حابين يعرفوا قصة البونزاي رح يلاقونا بأرض